اخيرا يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي ترحيب. حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا ومسهلا فيكم في حلقه نهايه الاسبوع، ونامل من الله انها تكون اجازه سعيده وممتعه لكم جميعا باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وفي حلقه اليوم ان شاء الله بنعرض لكم او معكم مجموعه من التقارير اللي عرضناها على شاشة قناة الريان الفضائية من خلال برنامج ترحيب خلال الأسبوع اللي فات. أما ضمن فقراتنا الدينية الأسبوعية لهذا اليوم، بينضم لنا في الاستديو الدكتور عيسى الحر اللي راح يحدثنا أكثر عن المبادئ والأصول اللي يجب اتباعها خلال الرحلات والسفرات الصيفية من الناحية الدينية، وبخاصة مع بداية دخولنا في فصل الصيف. ناصر، بندخل فصل الصيف الحين، السفرات موجودة، الجداول انحطت، اغلب الناس ان شاء الله مرتبه امورها، ان شاء الله راح تسافر في الصيف. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله انهم يصيفون ان شاء الله في بلادهم، رمضان جايهم والخير جايهم. وبعد تبي يسافرون ان شاء الله. اللي بيسافر الاسبوع لا بس. اذا بدايتنا بتكون صباح بموضوع صحي قبل ما نتطرق الى موضوع الصيف مع الشيخ او الدكتور عيسى الحر. موضوعنا الصحي هو اعلان المجلس الاعلى للصحه ان المرحله الاولى من التامين الصحي الاجتماعي راح تنطلق ان شاء الله في شهر 7 الجاي. وأشار المجلس مشاهدينا خلال هذا المؤتمر الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي أن المرحلة الأولى ستغطي جميع المواطنات القطريات اعتبارا من سن 12 خلال المراجعات والمتعلقة طبعا بالحمل والولادة والأمراض النسائية. اليوم احنا في المجلس الاعلى للصحه بعمل مؤتمر صحفي موسع مطول عسى نوضح فيه كثير من الاستفسارات اللي جتنا سواء من الصحفيين او من الجمهور عن منظومه التامين الصحي اللي ان شاء الله احنا بنبتدي فيها بالقريب العاجل. المنظومه هي منظومه التامين الصحي الاجتماعي، التامين الصحي الاجتماعي غير عن التامين الصحي الخاص. الهدف دائما من التامين الصحي الخاص هو الربحيه، ولكن في منظومة الصحة الاجتماعية هي التغطية الشمولية لجميع الخدمات، الحد الأدنى من الخدمات اللازم ليكون عندنا مجتمع صحي يستحصل عليها الجميع على أرض الدولة. فهي إلزامية حتكون مغطاة من للمواطنين بأقساط التأمين، حتكون مغطاة من المواطنين من قبل الحكومة، ويقوم أرباب العمل والكفلاء بتغطية مكفوليهم والعمل لديهم. حيكون مفتوح للشخص الاختيار ما بين القطاع الحكومي او الخاص للاستحصال على الخدمه. كذلك حيكون فيه من ضمن المنظومه شركه تامين صحي وطنيه مملوكه حاليا للحكومه، حتكون مساهمه لكن حاليا حتكون مملوكه للحكومه، على اساس تقوم بتشغيل النظام. حيكون التشريع حيظل في يد المجلس الصحه، هو المشرف وحيكون المراقب على النظام هذا. كذلك قمنا ب ترسية عقد تشغيل جزء من التشغيل اللي هو إداري الطرف الثالث نسميه على شركة الخليج للتكافل، مجموعة الخليج للتكافل. دورنا كمجموعة الخليج التكافلي هو دور إداري، مش دور لإصدار التأمين بل دور لإدارة محفظة التأمين وإدارة التعويضات والمطالبات في المشروع التأمين. طبعا هناك شركة جديدة اسمها الشركة الوطنية للتأمين الصحي هي اللي راح تقوم بإصدار التأمين، وإحنا نقوم دور الإداري. المرحلة الأولى منها هي حتطبق على المواطنات القطريات من عمر أو سن 12 سنة فما فوق لخدمات النساء والولادة فقط في المرحلة الحالية، وحتستمر تقريبا لمدة 9 أشهر أو ما يزيد قليل، ومن ثم ينتقل لباقي المواطنين وجميع الخدمات. والاستحصال على الخدمات هذه حتكون في المرحلة الأولى مع في من خلال مستشفى النساء الولادة في مؤسسة حمل الطبية وعدد من المستشفيات الخاصة اللي حاليا احنا في مرحلة عمل اتفاقيات معهم، ونعلن عليها ان شاء الله في القريب العاجل قبل البدء في تطبيق النظام. مستمرين ايضا في المواضيع الصحيه، وبرعايه وحضور سعاده السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير
الصحة وأيضا الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة أقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الحفل السنوي الثاني للاستراتيجية الوطنية للصحة، وتم الإعلان عن أهداف هذه الاستراتيجية وخطوات العمل لتحقيقها. الاستراتيجية الوطنية للصحة هي نقطة البداية في رحلتنا نحو تحقيق هذه الرؤية التي لن تتحقق بدون التعاون والشراكة فيما بيننا. نحن موجودين في احتفالية السنة الثانية للخطة الوطنية للصحة، وهي خطة من 2011 ل2016 خلص منها سنتين الآن. وبهذه المناسبة طبعا احنا نجتمع دائما نحرص على جمع جميع الخطط الصحية في هذه المناسبة للتأكد ان الخطة الوطنية للصحة ماشية بشكل صحيح والنتائج تعلمت من التحديات السابقة وماشية عشان توصل للهدف مالها في 5 سنوات. طبعا السنة لان كان فيها عدة انجازات، فكان حديث الساعة طبعا هو عن التأمين الصحي وعن الرعاية الصحية الأولية اللي خلصوا استراتيجيتهم السنة الحمد لله، وتكلموا أيضا عن الصحة النفسية. طبعا الآن الصحة النفسية يعني تحتاج اهتمام أكثر خصوصا في هذا العصر وتقدم العصر صار لها أهمية، فكانوا هم أهمية المواضيع هاي أيضا إلى دراسة البرنامج الأكاديمي في مؤسسة أحمد الصحية. هذه كلها برامج الأربعة نحن نفتخر فيها أنها تقدمنا فيها هذه السنة، وإن شاء الله يعني بعد معرفة الجميع بأهميتها إن شاء الله ستتقدم بشكل أسرع في السنين القادمة. ومن الصحة إلى هيئة الأشغال العامة اللي أعلنت عن ترسية عدد من العقود لتصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع أو مشاريع الطرق السريعة بقيمة 7.2 مليار ريال قطري. الإعلان مشاهدينا جاء خلال حفل أقيم نهار الأثنين في فندق شيراتون، تم خلاله توقيع العقود مع ممثلي الشركات التي رست عليها هذه العقود. أهمية هذه العقود إن إحنا غطينا كل الطرق الرئيسية في الدوحة بالإضافة إلى الطرق الخارجية خارج الدوحة. طبعا هذه العقود تتضمن التصميم والإشراف، تعهيد الاستشاريين إن شاء الله يقومون بأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى أن إحنا وقعنا عقدين بحوالي قيمة 3,900,000,000 لتنفيذ مشروع اللي هو الإيست ويست كوريدور في منطقة جنوب الدوحة إن شاء الله يعني. فبالتالي يعني بداية خلينا نقول سواء كان بالتنفيذ أو التصميم لهذه العقود بداية حقيقية للعمل بهذه المشاريع إن شاء الله. في بعض المراحل طبعا خلنا نقول راح تبتدي بالقريب العاجل، لأن في بعضها بعض المشاريع حتى اللي هي تتعلق بالتنفيذ إحنا في مرحلة المناقصة أو في مرحلة التقييم الفني، على سبيل المثال الطريق المداري وشارع الريان وطريق الوكرة البديل، فبالتالي توقيع العقود الاستشارية جاء في للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع. طبعا بالنسبة للعقود الأخرى هي تتضمن التصميم، طبعا راح نبتدي إحنا في التصميم في كل المشاريع هذه في آن واحد. تطوير الطرق هذه من تطوير البنية التحتية في دولة قطر، طبعا
نتكلم احنا معظم الطرق اللي نتكلم عنها طرق تم تنفيذها من فتره طويله جدا، فبالتالي تطوير هذه الطرق على اساس انها تكون طرق ذا مسارات اكبر، تقاطعات مختلف المستويات، طبعا بانتهاء هذه المشاريع راح طبعا تتطور الحركه المروريه وراح تسهل الحركه المروريه وقدرتها على استيعاب ان شاء الله الاعداد الاكبر من السيارات يعني مقارنه بالوضع الحالي. يعتبر منفذ أبو سمرة الحدودي المنفذ البري الرئيسي لدولة قطر، وطبعا يقع في الحدود الغربية الجنوبية للدولة، وهو المنفذ الوحيد للمملكة العربية السعودية. وتوجد بإدارة جمارك منفذ أبو سمرة الحدودي خدمات متنوعة للجمهور تشمل الخدمات الأمنية وخدمات الجهات الأخرى الممثلة أو المتمثلة في المنفذ، وذلك لتسهيل خدمة المسافرين وحركة نقل البضائع من خلال المنفذ ذهابا وإيابا. وقد شهد هذا المنفذ مشاهدينا تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة مواكبة للطفرة الاقتصادية اللي تشهدها بلادنا في جميع المجالات، سواء في المرافق أو آليات العمل أو تحديثها لتواكب أيضا الحركة العمرانية والنهضة التي تشهدها الدولة. نشوف التقرير ونرجع نكمل معاكم. ترحيب. مهمتنا كجمارك خاصة في الخروج التأكد من المركبة وصلاحيات المستندات والأوراق المرفقة لها اللي تسمح خروجها من الدولة، وفي نفس الوقت يكون السائق هو المالك. فرضا ما السائق وكل شخص آخر بخروج المركبة من الدولة، لابد في تصاريح تصرف للشخص هذا تحت إشراف الجمارك يسمح بخروج المركبة. التفتيش يتم عندنا 90% في الدخول، إجراءات الدخول لما تجينا مسافر من برا إجراءات التفتيش يتم حسب ما مش كل سيارة يتم تفتيشها، سيارات انتقائية المشكوك في أمرها المشبوهة، وعندنا موظفين جمارك احنا كلهم شباب مؤهلين ويعرف السيارة اللي فيها شيء من تصرفات السائق من أي إجراءات مشبوهة يتم التفتيش. الزحمة تكون عادة في العطلات، المناسبات اللي فيها مثل عطلات نص السنة، عطلات نهاية العام موسم الصيف، بس تكون في بداية سفر المدرسين والموظفين اللي على بلاد الشام واللي على مصر والبلاد المدينة القريبة هذه كلها. وبعدين عندنا نهاية الأسبوع عطلات أسبوعية، حاليا عندنا شوي في زحمة. طبعا المسافر اللي ما يعرف ان المنفذ القطري هو اللي يطلع على المملكه العربيه السعوديه، يعني بعد المملكه العربيه السعوديه ممكن يتوجه لاي دوله، لان مركزنا الوحيد يطلع على المملكه العربيه السعوديه فقط. عندنا حاليا في اجراءات قاعدين نقوم بها بيننا وبين المركز السعودي من ناحيه الربط الالكتروني. حاليا عندنا المركبه لما تجينا في الخروج تاخذ وقت تسجيل معلومه المركبه، تسجيل معلوماتها في الكمبيوتر، يعني تاخذ منا وقت، والسعوديه كذلك. بكره لما يصير ربط الكتروني بيننا وبينهم خلاص تسجل المركبه عندنا الكترونيا تطلع عندهم، ما في داعي يتم التسجيل مره ثانيه، والعكس مثل تسجل المركبه السعوديه تجي لنا خلاص ما نسجلها احنا. الدكتور عيسى الحر بيكلمنا عن المبادئ والأصول التي يجب اتباعها خلال الرحلات والسفرات الصيفية من الناحية الدينية، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل، وما زلنا متواصلين معكم في برنامج
التراحيب وكعادتها ومع بداية فصل الصيف تعلن إدارة الأنشطة والفعاليات الشبابية في وزارة الثقافة والفنون والتراث عن النشاط الصيفي اللي إن شاء الله راح تنظمه. تفاصيل هذا النشاط مشاهدينا وبرنامج الفعاليات لهذا الصيف تم الإعلان عنهم خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الثقافة والفنون والتراث مطلع هذا الأسبوع. نشوف التفاصيل في هذا التقرير. أعلن خلال المؤتمر الإعلامي عن خطة نشاط الصيفي لصيف 2013. إن شاء الله راح يبدأ النشاط الصيفي عندنا اعتبارا من 15/6 إلى 25/7 في جميع اللجان الثقافية بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية وبعض المراكز التخصصية، بالإضافة إلى مراكز ملتقيات الفتاة. احنا ركزنا مع الأندية والمراكز بحيث أن تكون جميع أنشطتنا حتى الأنشطة التعليمية ذات طابع ترفيهي. راح تكون الأنشطة في البداية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية من 15/6 إلى 9/7 إلى بداية شهر رمضان، الله يبلغنا وياكم وياه إن شاء الله، ومن ثم إن شاء الله راح تتحول إلى الفترة المسائية وهي أنشطة ذات طابع ديني ورمضاني أكثر. مع الإجازة الصيفية مشاهدينا تبدأ الرحلات والسفرات إلى وجهات شتى في مختلف أنحاء العالم، فما الذي يجب أن يتحلى به المسافر من أخلاق وكيف يمكن أن يحول سفرته الترفيهية إلى سفرة تتجلى فيها أخلاق الإسلام؟ وعن هذه الأسئلة وغيرها وللإجابة عليها معنا في ترحيب الدكتور عيسى الحر الداعي الإسلامي. مرحبا ومسهلا بك يا دكتور، معنا في ترحيب ونتشرف بك وانت واحد من اهل الدار. الله يحفظك ووجودكم. طبعا مقدم برنامج قيم اللي فعلا صراحه انا شخصيا استفدت منه الحمد لله. لكن دكتور يمكن تكلمنا في بدايه كلامنا ان احنا الان كثير من الناس والمشاهدين اللي يتابعونا في بعضهم اللي قدم جهز شناطه، بعضهم اللي تذاكره في يده، وبعضهم الحين اللي قاعد يمكن يتابع ترحيب وقاعد يخطط والمسافر بعد. ايش الاخلاق اللي يجب ان يتحلى بها المسافر لما يسافر ان شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخلاق غالبا اللي في السفر وبرع السفر هي واحده، لكن احنا ناخذ السفر بأطر العام ان انتقال الانسان من بيئه لا إلى أخرى. بيئة أخرى. نعم. وهذه البيئة الأخرى التي تنتقل لها قد تكون مخالفتك في الأخلاق، مخالفتك في الدين، مخالفتك في الرأي، في العادات، في التقاليد. نعم. هنا تصير المشكلة، أو مو بس المشكلة، هنا يصير الاستعداد للسفر. ولذلك أنا إن شاء الله تكون كل مشاهدين مستعدين للسفر بخطة وبجدول وين بيروح. إحنا حسب إحصائياتنا الأخيرة يعني كثير من الإخوان اللي دائما بعد كل صيف نسألهم أنت شلون اخترت إكس من الدول يكون تروح لها؟ تفاجأنا ان معظم الناس بالسمع، انت تروح دوله معينه ترجع تمدحها، والله دش في خاطري انا اروح على طول الدوله. ايه اول اسالك اليوم اخوي ناصر وين بتروح السنه؟ تقول دوله معينه. ليش؟ والله شوي تتكلم عنها تدش في خاطري، اقول يلا على السنه ان شاء الله معك. اسال صباح وين بتروح السنه وهكذا. صباح بيروح قبل العيد. فاغلب الناس اللي يروحون السفرات هذه يروحون بالسمع. نعم. وهنا المشكلة، يعني ذلك أنت يمكن تلاحظون كلنا أن في دول كل صيف يصير عليها ضغط عن باقي الدول. صح. طيب إذن ليش المجتمع معظمه بدأ يختار هالدولة؟ لأنه هو بالسماع وبالتواصل الاجتماعي وبالمواقع الأنترنت حاطين صور دولة معينة. وفعلا يعني دكتور إحنا هاي الشيء نشوف في المجتمع. صحيح. كل سنة نشوف الناس مجمعين حول دولة معينة. أحسن. يعني دول وايد. تدري ليش؟ لأن من ذاك الصيف لهذا الصيف. كله يتكلمون عن هالدولة. فكل واحد بدا حتى لو واحد عنده نيه يروح دوله اخرى مجرد ما يسمع فلان وفلان وفلان شوي شوي يغير رايه ويقنع المراه والاهل والعيال ويشوقهم شوي. يقنع المراه ولا المراه اللي تقنعه؟ والله ما حيدري من والله الوقت. اتوقع يزعلون علينا اخواتنا، اتوقع انهم اللي يقنعون الرجال على السفر. زين دكتور يسمعون منا. فالاخلاق هاي تختلف من البيئه اللي بتروح لها. اذا انت رايح لبيئه خليجيه منك وفيك غالبا تكون الاخلاق متقاربه،
حتى التأثير، احنا نسميه التأثير الاجتماعي في العيال والزوج والزوج يكون أخف عليك. نعم. يعني لما تروح دولة خليجية بيكون لابس مثلك، أكيد. ما بيكون عنده أخلاقيات مختلفة، لكن لما تروح دول بعيدة مهم جدا أهيئ عيالي لهذه المرحلة اللي رايحة. أنا ولدي مثلا ما شايف مظاهر معينة، بنتي ما شايفة أشياء معينة، أنا ما أقدر أعلم الناس إن تعالوا أنتوا عشان سوى الله بربي بنتي ولا ولدي كلكم تقيدوا بهالأخلاق. نعم. إذن إيش اللي يصير؟ يصيرني أنا هيئ عيالي إن حبيبي هاي الصح وهذا الصح وهذا الصح، بس ترى في أشياء خطأ. نعم. خل نروح نشوف نتعلم منها. زين دكتور، كيف تصير هالتهيئة؟ يعني أنت تتكلم عن تهيئة إذا الشخص بينتقل من بيئة إلى أخرى، بيئة مغايرة كعادات كتقاليد كدين كتوجه كأشياء كثيرة، لكن كيف احنا نهيئ ابنائنا وعيالنا بحيث انهم يتمسكون بعاداتهم بتقاليدهم بقيمهم اللي عندهم في اي بلاد كانت؟ حلو. اول حاجه التهيئه تختلف من عمر لعمر. لما اكلم واحد مثلا شاب في المراهقه في الثانويه العامه مثلا غير لما اكلم شاب في الابتدائيه، لكن الفرش الاساسي يكون موحد على اساس شلون لو رايح دوله معينه لها عادات وتقاليد تختلف عن عاداتي، ما في مانع اني انا ادش الانترنت واراويهم بعض الصور واراويهم، بيشوفون لقطات غريبه وبيسالون عنها وابدا اجاوبهم وانا في بيتي. نعم. قبل ما اوديهم هناك اجاوبهم. ليش نجاوبهم هنا يا اخوي صباح؟ لان هنا ما زالت البيئه محافظه، لكن لو جاوبته هناك اللي يشوفه هو شيء واللي انت قاعد تقوله شيء شيء اخر. نعم. اي واحد اقرب للتصديق، اي واحد اقرب للطفل اللي يشوفه اللي يسمعه واللي يشوفه. فبالتالي انت بدا هيئ من الان كيف بتروح هناك. أنا أتمنى الأخلاق حتى تكون من ولي الأمر، الزوج والزوج، الشاب والشابة، من أهم الأخلاق اللي احنا دائما نسعى لها. نعم. نقول له ابتسم. نعم. أنت رايح رحلة. زين، إيش اللي ممكن يحمله معه المسافر في حالة سفره، سواء من خلينا نقول من صفات معنوية أو غيرها خلال السفر؟ من أهم الأشياء، أنت الآن رايح تعكس بلادك ودينك وأخلاقك. في أمور أخوي ناصر ما تكلف شيء. صح. يعني عبارة عن شكر، أي واحد يقدم لك في المطار شيء شكره. صحيح. شكرا لك، ثانك يو، باي طريقه، ابتسامتك سبحان الله. انت حتى في المطار لما تدخل شيء شوي مكشر ومالك، حتى اللي بيساعدك يا اخي يبتعد، يقول لك يا اخي شكله جاي من البلاد ما حتى تسمع. بعض الدول من اول ما تجي حتى لو انك مبتسم يقول لك يعني تحس انه ليش مبتسم، يعني قاعد يدقق في. صحيح. بس اذا شاف، بس انت تحاول انك تعكس اخلاقك انت. اذا شاف السماء كامله مبتسم، احنا عندنا في ابتسامات انواع، في ابتسامه الصفراء هاي اللي تخرع هو اللي في الابتسام، إذا شاف السماء لك مبتسم وبأريحية وهادي يتقبلك ترى أي إنسان. لذلك أنت الحين أدخل أي دولة، إحنا كنا نسافر. نعم. سبحان الله قلبك ينشرح حق اثنين ثلاثة قد ما يكونوا مسلمين حتى، من ابتسامته من هدوءه تحس أن هذا إنسان خدوم. إحنا نقول إحنا يخدم الناس، يحب يخدمهم يساعدهم، وجهه سمح. وجهه سامح. فنفس الشيء خلي ابتسامته. أنت الحين رايح رحلة، توقع طيارة تأخر، توقع يصير لك مشكلة في المطار، اتوقع مثلا واحد من اليهال يصير له مشكله مثلا يحتاج حاجه، وانت رايح سفره. احنا نلاحظ كثير من الاخوان والاخوات لما يسافرون كان السفر هم، يعني هو شال هم السفر من اول ما ياخذ التذاكر ويركب السياره رايح المطار لغايه ما يرجع. اجل ليش مسافر؟ لحظه، رايح تستانس، رايح تستانس، تغير جو. اي حاجه تحدث في السفر خذها بهدوء واعتبرها جزء من السفرة. نعم. وإن كنت ما بخطط لها. ولا كنت بخطط لها أيضا. زين دكتور، يعني أكيد السفرات اللي يروحونها ممكن الأشخاص أو الأسر الموجودة عندنا في المجتمع جزء منها للترفيه، لكن أكيد ممكن إحنا نستفيد منها كجانب تربوي، جوانب أخرى كثيرة ممكن نستفيد منها من خلال أي سفرة إحنا نروحها. كيف ممكن تكون هذه الاستفادة؟ هذا السؤال وايد مهم. مع تحفظي كلمة ترفيه، كثير مني يسافر ترى للسفر حتى مو للترفيه، في العمل وفي غيره. لا لا لا، حتى للسفر اصلا ياخذ تذكره ويسافر ويرجع وهو. نعم. ما ترفه، ما ريح عن نفسه. لذلك احنا دائما في استبيانات نسال هل الهم اللي انت سافرت فيه. ليش تحفظت شيخ؟ ليش دكتور ليش تحفظت على كلمه ترفيه؟ لان الكثير منهم يسافر بهم ويرجع بنفس الهم، ما في وين ترفيه. يكون مضغوط احسن، يكون مضغوط رايح، مضغوط وراجع مضغوط، يكون عنده مشاكل رايح عنده مشاكل وراجع. طيب انت وين الترفيه في السفر؟ صحيح. وين الاريحيه في السفر؟ وين اللي انت استرخيت وتتمنى ترجع لهالبلاد مره ثانيه؟ معنا السفر فيه سبع فوائد بعد، في خمسه وفي سبعه وفي ثمانيه. الشافعي يقول خمسه، يقول يقول غادر من الاوطان تكسب
ننسى ما دام نسيت البيت ما بيخرب على الامام الشافعي بس خمسه اشياء فوائد او سبعه فوائد من اهمها العلم والاداب والاخلاق والصحبه في السفر. كثير منا الان لما يسافر مع عياله حتى يتفاجئ ان اخلاقيات عياله ما كان هو اللي يتوقعها. صحيح. ولده حرج في المطار يتحرك يتكلم ما شاء الله. لكن دكتور يعني السفر الاب راح يكون مع العيال يمكن طول الوقت غير عن الدوحه الموجودين عندنا يمكن ما يكون مختلط معاهم طول الوقت. صحيح. فهذا اتوقع يمكن يعطي فرصه اكثر للتعرف عليهم تعرف عليهم القرب منهم التصليح وايضا اصلاح بعض الامور اللي ولذلك اخوي صباح نقول لما تسافرون لا تودوا الخدم معكم. يا اخي هل 20 يوم او 15 يوم بعد السنه ما ادري عندهم 20 يوم ولا يمكن اقل هالفتره يا اخي انت اهتم في عيالك وزوجتك في عيالك وحس فيهم خلي شوي بعيد الرفاهيه انت عايش معاهم في نفس الغرفه في نفس الفندق في نفس المكان شوف شلون عيالك يتكلمون مع بعض شلون يتصرفون في المطار شلون يتصرفون في المحلات شلون يتصرفون في اماكن الترفيه خل هالرحله ترفيه وراحه واستجمام بكل معاني يعني رايح انسان وراجع انسان اخر ترجع الشغل ترجع البيئه مفرفش مرتاح كل الهموم طاحت على مستانس خلاص غادر هالهموم اللي طول السنه يمكن 12 سنه وانت تشيل فيها بالضغط وضغوط العمل بالذات وضغوط مشاقل الحياه الله ان شاء الله يصبر الجميع ويشرح صدورهم ان شاء الله سواء المسافرين ولا اللي بيسافرون ولا اللي ان شاء الله قاعدين ولكن شيخ ودنا ايضا تكلم عن جانب اخر انه يعني كيف يمكن ان يكون السفر بوابه للشخص لانه يتعرف على الاسلام في البلاد الاخرى اللي راح يزورها. احنا لو نرجع حق اجداد كانوا تجار طبعا والدول كامله فتحت مثل اندونيسيا بدون حرب بدون سلاح بالتجاره. طيب انت الان تاجر راح تترفه صحيح شمل اخوي ناصر تودي معك شويه كتيبات عن الاسلام على نفس اللغه البلد اللي انت رايحها انت رايحة. مش انت مخطط رايح مثلا اكس من الدول ولا لها الدول الله يحفظهم الشباب عندنا في منار والاوقاف عندهم حق كل الدول كل دوله ما شاء الله خذ لك مجموعه انت مجموعه ولدك مجموعه زوجتك مجموعه حق نفس اللغه بنفس الاسلوب القران مترجم نفس لغتهم عط راعي الفندق اللي عندك عط راعي اللي يخدمك في الغرفه عط السواح اللي وياك قاعدين في لانك تسال يوم القيامه عن عن عن, عن كل كم واحد من شبابنا كل هذه الامور انت الان يا اخي ما نبيك تصير داعيه لا ما نبيك تكلفه فوق طاقته ولا نبيك تتكلم عن الاسلام يكون ما يقول انا والله يمكن اقول معلومه غلط ولا حاجه كتيب مثل ما هو اخذ الكتيب واعطيه وان صار داعيه فهي يعني افضل شرف. مهنه وافضل شرف فهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لو انت استطعت انك تهدي واحد والله ابرك لك من هالدنيا باللي فيها لكن احنا نقول لكم بعد ما نحمله فوق طاقته يا اخي هالكتيب تدري كم واحد من الشباب وزع كتيب عقب سنه ولا سنتين لما راح توصل معها الشخص ويشكره اللي اعطاه الكتيب يا اخي ما تدري شلون الناس يهتدون ما تعرف شلون تفتح مفاتيح القلوب هذه سبحان أمور الله أمور يعني الله امور الله ميسرها زين دكتور حتى يعني اضافه الى كلامك يعني احنا حتى مو بشرط الكتيبات هي اللي تدخل الواحد الى الاسلام ممكن تصرفاتنا احنا تصرفات اخواننا تصرفات عيالنا الابتسامه هذه ممكن يعني تثير في الشخص اللي انت تقابله امور كثيره بالابتسامه بالاخلاق بالامانه بالاكرام ايضا انت الان لما يكون في فندق لا قدر الله انكسر حاجه مجرد ما ترفع السماعه انا كسرته شوفوا كم حقها هذا ايش الستاف اللي قاعد يقول مين هذا الانسان اللي احنا كل مره نراكض ورا الناس يكون يعترفون باللي سووا وهذا يقول لما تاخذ حاجه مثلا من الثلاجه كثير امور حتى التكسي اللي يخدمك انا اقول لك حتى اللي ينظف فراشك والغرفه هذه داخل الفندق ابتسامتك لك ولذلك احنا دائما نقول حتى وانت مسافر نيتك من الدوحه هنا خلها دعوه مش ترفيه ليش دعوه يكون اي شيء يصيبك سبحان الله من ضرر من مشقه كلها كانها رايحه لله جل جلاله سبحانه خلك 200 ريال 300 ريال كلها على نوت خمسات طبعا احنا نتكلم على قطرك وما تسوي دعايه حق اي دوله خمسات من نفس عمله الدوله اللي انت رايح لها معي ولا تعطيهم كبخشيش لا تعطيها بنيه البخشيش تعطيها بنيه الصدقه بنيه الصدقه انت حط بنيتك انه هاي مسكين قاعد يخدم الله اعلم كم راتبه انا بعطيه خدمه او بنيه ان الله سبحانه يشرح صدره للاسلام ويحبك ويحب ستايلك ويحب شخصيتك ويحب الـ المكان اللي جاي منه السمة اللي انت جاي منها طبعا كثير منهم ترى كثير منهم مجرد ما يسمع عن قطر مثلا يقدر يبدا يدور وين قطر هذه؟ شنو قطر؟ شنو اخلاقه؟ ليش السمات اللي جاي فيها؟ يمكن هذا يعني
الشيخ دكتور، يعني بما انك قلت يبدا يبحث عن قطر، يمكن يجرنا الموضوع ان كيف ان المسافر يعني اللي يشاهدنا الان يكون ايضا سفير لبلاده في اي بلد يروح لها. يعني يمكن اخذنا احنا من الجانب الديني وجانب الاسلامي، لكن نفس الفكرة الان يعني كيف يمكن يكون سفير لبلده؟ نفس الفكره ناخذها احنا الان. ايش كثر احاديث تصير معنا في المطار مع ناس ما نعرفهم قاعد يجنبك في الطياره، يمكن قاعد ساعه ساعتين جنبك واحد يسولف وياه سوالف كثيره في الفندق، صح، في التاكسي، في المواصلات اذا كان في قطار او باصات. طيب ليش ما تكون الدردشه هي عن قطر؟ صح، عن بلادك. ليش ما تكون عن بلادك؟ ليش ما تكون عندك كتيبات نفس الشيء عن بلادك توزع على بلادك؟ ليش ما تكون عندك سيديات ديفيديات اللي تتوزع الان في كل مكان تعطيها للناس في بلادك يتعرفون عليها؟ يتعرفون عليها مجرد ما شاف صوره صورتين ثلاث يعجب فيها ويجي لها ويزورها، والله اعلم يمكن يهتدي ويمكن يحب بلادك بسبب اخلاقك وسماتك. صحيح. كم من الاخوان اللي كانوا حتى يدرسون برا وزياراتهم برا، لما صارت المسلمين ارهابيين ومش عارف قام هناك يدافعون عنه وهم اصلا مش مسلمين، بس يقول يا اخي انا اعرف 32 واحد ولا اعرف 40 واحد مسلم ما في ما في عايش معهم سنين عمري ما شفت منهم كلمه غلط، كيف انتم تتهمونهم؟ هذا هذه الثقافه. مثل احنا ما نحتك الان، تخيلوا اي واحد من الدول الجايه الدوحه ما تقول والله ما شاء الله على فلان من البلاد الفلانيه اخلاقه راقيه، انت نسبته لبلاده لان اخلاقه راقيه. نعم. والعكس صحيح، فانت سفير سواء بالايجاب او بالسلب. فاحنا نتمنى ان شاء الله تكون انت وعيالك وحركتك في المطار مع عيالك، وهي وايد مهم لان المطار بالمئات يشوفونك ويشوفون عيالك شلون قاعد يتحركون وشلون مؤدبين يمشون وشلون معاك ماسكين يدك. هذه اخوي صباح ناصر معدومه في الغرب، معدومه ان الابو ماسك يد ولده وماسك يد زوجته، معدومه ان الاولاد حوالي ابوهم يلفون، معدومه ان واحد عمره 32 سنه ولا 20 سنه لزيق في ابوه مش بعيد عنه. صح، لما يشوفون الترابط الاسري معدوم، مثلا لما يشوف ماسك يد امه ويقعدها على الكرسي هذا عنده شيء غريب، فلازم يتساءل شنو من هذيلا وين جايين، من اي عالم، من اي ديره. نعم. فهي كلها عباره عن رساله حب وسلام ومحبه بالدين وقطر والخليج والعرب كلهم مع بعض. نعم. دكتور، يمكن اكيد يعني كل شخص بيسافر او كل اسره بتسافر يعني ما تختار الوجهه الا بعد حسابات، بعد امور، بعد اسئله، ممكن سمع، ممكن رؤيه، ممكن صور، ممكن كذا، لكن شنو هي الطريقه الامثل لاختيار وجهه السفر للاسره؟ والله شوف، اذا كان في حاجه للسفر مثل واحد قاعد يبني ولا حاجه، فانا افضل يكون عمل وترفيه. حج وحاجه. حج وحاجه، على اساس انه ما يكلف مرتين. لكن اذا كانت هي فقط للترفيه فلازم يسال عن الترفيه اللي رايح له. انا لما راح ارفع عن شباب في الثانويه غير لما راح ارفع عن اطفال اسره. اذا كانت انا زوجتي تبي تشري والسوق غير لما يكون عيالي يبون الالعاب. وهذا ترى كثير يصير، ويصير يعني ضيقه في الاسره الواحده. يعني انا رايح حق ترفيه، احنا كل العائله رايحه للترفيه. طيب اذا انا اسبوع عندي اربع ايام كلها في السوق والعيال مساكين قاعدين وراء امهم يمشون ولا وراء ابوهم يتململون، متململين، واحد منهم مال يسحب رجيله سحب عليك نور. ليش؟ لانه اصلا ما هو ما بهاي حاجته، ما له خص بالسوق، ما له خص بالسوق وما جاي. والعكس صحيح، تخيل لو واحد يخاف من الالعاب وما يحب يلعب واليهال كله قاعدين يلعبون وهو قاعد يطالعهم شي مكتف يده وقاعد. لكن الالعاب حلوه يا ناصر، ها؟ على حسب. لا بس الحريم شي يخلصهم من السوق اربع ايام ما في ضرر، ما في ضرر، نحط جدول حلو. انا عارف ان اليوم والجدول ودكتور يعني من الامور المهمه اللي يجب عليها اتفاق ايضا، اتوقع يمكن تسهل على الاسره شيء الكثير اللي هو الاتفاق على الجدول قبل ما يروح. انا لو اعرف ان الان عندي تسوق من الساعه 6 ل 10 11 بروح ترفيه اصبر نفسي، لكن اذا انا ما اعرف متى بروح الترفيه اتملل. يمكن بعض الاشخاص اللي يتكلمون عن هذا الموضوع يقولون ايش دعوه بتحط جدول وبالوقت وبالدقيقه، احنا ما نقول حط جدول بالدقيقه بالساعه، نقول جدول يعني يوضح لك في مرونه. وفي مرونه. انا رايي دكتور يكون السوق في اخر الجدول عشان ما يهز الميزانيه. والله الميزانيه خلصت اصلا. في كثير من العوائل يروح دوله معينه للترفيه. كنت بسالك عن القصص، في كثير من العوائل يروحون دوله معينه للترفيه والحدائق العامه والمناظر، عقب تلاقي يرجع على دوله اخرى قريبه بس للسوق اخر يومين وهو راجع. لكن الطريقه الامثل دكتور حق اختيار البلاد، شنو تتوقع افضل طريقه لاختيار
البلد اللي راح يسافر حسب حاجتك. حسب الحاجة. أنا شخصيا مثلا أرتاح في المناظر الطبيعية. أرتاح. جميل. في الأماكن اللي فيها سواق وهاي صراحة ما أرتاح. هاي شخصيتي. فأنت تعرف شخصيتك شخصية عيالك. في رأيك دكتور. لا لا صحيح والله شيخ سبحان الله. أنا شخصية في ناس مجرد ما تقعد تشوف البحر تشوف الخضرة ترتاح صورة غير طبيعية. أنا والله على سبيل المثال يدي يعني لما يسافر أو كذا دائما ما يقعد ويقعد في مكان معين وعلى نظامه كأنه في الدوحة. فاحنا نستغرب نقول ليش علي يسافر؟ هم متعود على هالشيء ايضا ومتعته يمكن هذه المناظر هذه الاشياء. ولذلك احنا نقول انت شوف متعه عيالك وزوجتك وانت شلون تكون ورتبها رتب. على فكره الان في ما شاء الله سفريات تحط لك الجدول بالكامل يعني مجرد ما تقول ابي سوق يومين ابي هم يرتبون لك يعني حتى ما في داعي انت تتعب نفسك وتحط لك جد لا 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 وتروح مع فوج وتلاحظ اللي يخلون في الدوحه وجروبات جروبات مجموعات معينه على فكرة يطلع لك أرخص وأكثر استفادة وتروح أماكن ما خطرت على بالك لأنك أنت أصلاً جديد في الدولة ذي لكن ذي يومياً يودي وفود حط لك جدول على أكثر الأماكن اللي يروحون لها. أنا أتمنى بس إن شاء الله أن بعد العيد إن شاء الله يكون لنا حلقة إن شاء الله. وننشد ونسأل صباح عن سفرته عن سفرته وعن السوق وعن فشيخ أنا ودي أسألك عن أبرز القصص اللي خلينا نقول اللي كانت الأخلاق فيها سبب في دخول البعض إلى الإسلام. كثيرة يعني إذا بنعدها يمكن يحتاج 6-7 حلقات بس خلنا أقول لك قصة غريبة يعني قصة منها أو قصتين ما زالت رغم أنها يمكن صار لها يمكن 8 أو 10 سنين لكن ما تروح من بال واحد لأنها فعلا غريبة. واحد من الشباب كان رايح مع مجموعة من الشباب المقطريين إلى دولة معينة وهم يتعاملون مع الناس ضحك وغشمرة وتعرف شبابنا يعني ما شاء الله عليهم صدر وسع شباب مراكز إيه فبالتالي تعرفوا على واحد اسمه الثلاثي في عمر يعني مش الأول ولا الثاني الثالث في عمر فاستغربوا قعدوا معاي يدور دشون قالوا عمر هاي وين جايك أنت الاسم هاي يعني عربي 100% ما في تشكيك في الموضوع قال والله ما أدري أنا هاي يعني هاي جدي يعتبر بس ما أعرف قال أنت مسلم قال لا قال أبوك مسلم قال لا قال على عمر وين هذه راح أسأله جدته طلع عنه جدة عمر هاي مسلم كان داعية ومتزوج هناك وعايش هناك وتوفى هناك وعقب أجياله سبحان الله راحت عن الإسلام فأول ما عرف أن جده كان مسلم يا أخي كأن سبحان الله رحمة الله نزلت عليه يبي فز قلب أنه يسلم شو يقوله ما تسلم يقول ليش قالوا ما تسلم أول شيء تشوف شو الإسلام بعدين تسلم سلم باقتناع اقتناعك لا تقول لا تظن إحنا قاعد نقنعك قالوا طيب أنا شلون أسلم قال أول ما تسلم تجيني قطر تزورنا ونقوم في واجبك ونعرفك هناك على الشباب اللي بيقول لك شو الإسلام إذا اقتنعت أسلم ما اقتنعت خلاص لكم دينكم ولي دين وإحنا كفاية تعرفنا عليك شوف هالكلمات هالأسلوب حتى شوقه هو الإسلام يقول صدق ما مر 6 شهور إلا جاي عرفنا على الشباب هنا وعلى الإخوان في فنار والآخر وقام يشرحون له وما غادر قطر إلا أعلن الإسلام الحمد لله رب العالمين لا وصار يدعي هناك للإسلام. الله. هذا شلون يعني ودي بس أوقف عند هذه النقطة دكتور يعني راح يدعي هناك الآن يعني ممكن الكل يعرف بأن من دخل الإسلام بسببك أحسنت فلك مثل عمله ولا ينقص من عمله شيء هو. فالآن واللي يسلم الآن عن طريق هذا الشباب الخمسة يأخذون أجره وأجر اللي يسلم تحت يده وأجر اللي كلهم ولا يمكن يدخلون الإسلام يعني بسببه يمكن أمم طبعا هذا والله إن شاء الله نشوف هالخمسة بإذن الله في الجنة بإذن الله بسبب إسلام هؤلاء وبداية هذا الإنسان الله يجمعنا بهم إن شاء الله والمشاهدين الكرام إن شاء الله كلنا في الفردوس الأعلى إن شاء الله يعني يمكن حن في قطرنا عاداتنا وتقاليدنا الخاصة فكيف احنا نحافظ عليها اثناء السفر؟ اول حاجه ابو ياسر كل مسافر كل قطري ما دام احنا نتكلم عن قطر وكل قطريه اتمنى يكونون عزيزين بعاداتهم وتقاليدهم. ما احب اشوف ابدا في السفر ذاك القطري اللي يستحي من بعض العادات والتقاليد اللي هو يسويها او يظن انه هو قاعد يسويها، هذا دليل عدم اقتناعه. سوري بالتعبير هذا دليل انه هو ما يحب هذه العادات اللي ينتمي لها. يمكن بسوء توصيلها الى اخر فيه. نقص فيه وهذا الحمد لله قليل ترى
لكن ليش انا اقول هالجمله وبدايتها؟ لان الانسان روح، كل ما كنت انا عزيز في عاداتي وتقاليدي وافتخر فيها اجبر الاخرين على احترامها اكيد، لكن اذا كنت انا شافوني بروحي مستحي منها وبروح يتجرؤون علي بعاداتهم وتقاليدهم. يعني انت الان كثير من الدول في بعض الفنادق معينه يعمل حساب القطري، يعمل حساب الخليجي، القهوه والشاي صح؟ وحتى الرز قام يسوونه على اساس ايش؟ شافوا ان هذه الدوله المواطنين هذول ما يبغي الا رز معين، ما يبي الا قهوه معينه، هو قام يغير عاداته اساس انه يكسبك، انت مكسب له. حتى في بعضهم يحط لك جهه القبله. احسن. في بعضهم يحط لك سجاده. يعلق لك الهلال ويعلق لك الفنار، الفنار وش اساس وجبة الفطور ايضا. اساس انه يرضيك الزبون، اذا انت رايح بقوة مادية، بقوة سياحية، إذا خل عندك أيضا قوة عادات وتقاليد ودين. ودين طبعا العادات والتقاليد هذه حاول تنقلها لباقي المجتمع. طبعا إحنا نظل نتساير مع الأنظمة اللي موجودة هناك، مثل بعض الأخوان مثلا يضطر يلبس بنطلون وقميص ما في ضرر، بس تظل عاداتك وتقاليدك كما هي، تظل أخلاقياتك كما هي، تظل معاملتك مع زوجتك مع العيال كما هي، هاي كلها عادات وتقاليد احنا تربينا عليها، ما في داعي انا اسيح في في السياحه او في هذا المجتمع اللي انا رايح له، بالعكس صدق ان كل انسان كنت تذكرون حتى بعض الدول بدون ذكر اسماء كانوا نلبس امهات يلبسون العبايه والبطوله ويمشون والكل باحترامها وبتقديرها لانه يعرفون ان هذا جاي من دولة هذه بيئتها هاي عادات وقاليدها، ما حد حتى يتجرأ يتكلم معاها أو يقول لها هاي غلط أو هذا صحيح. أتمنى هاي الأخلاق وهاي العادات والتقاليد اللي احنا نفتخر فيها هنا أيضا نفتخر فيها برا. نعم دكتور، يمكن قبل الختام، السفر دائما ما يكون فيه فرصة لتلاقي الحضارات الثقافات، يعني اختلاطها في بعضها البعض، إيصال الثقافة القطرية والعادات والتقاليد القطرية إلى بلدان أخرى، كيف يعني للمسافر أن يستثمر هذا الشيء في سفرته، خاصة أنه ممكن ينقل الكثير من العادات حتى في المستقبل، ممكن نشوف أشخاص يعجبون من هذه العادة أو هذا التقليد المعين الموجود عندنا في قطر، وحتى ممكن يزورون هذه الدولة في المستقبل بسبب رأي اسمعوه ممكن من أحد المسافرين. عندنا الشباب المصورين كذا، واحد من الشباب المصورين يحبوا التصوير. نعم. دائما لما يسافر الغتره والعقال والثوب كله معه، يوم قبل يوم السفر بيوم ينزل تحت في اللوبي تحت في الاستقبال يقعد يلبس اليهال ويلبسهم ويصورهم كانها دعايه كامله عن قطر. ما شاء الله. ولما يرجع يجيب الصور هاي يقول هاي معقوله في البلاد الفلانيه؟ يقول والله في البلاد الفلانيه هذا يشغل مثلا يصب يخدم تحت وهاي في الريسبشن وهذا يلبسهم ومستانسين ويعطيهم نسخة من الصورة وياخذ نسخة من الصورة، هذه دعوة لعاداتنا وتقاليدنا. نفس الشيء احنا عندنا الآن كثير من هيئة السياحة والوزارات يطلعون صور عن قطر. نعم. طيب يا أخي أنت بتكتب شكرا حق الجرسون ولا حق الريسبشن، اكتبها خلف الصورة من صور قطر. جميل. معي؟ جميل. هاي أفكار يعني جميل. أنا أتمنى الكل جاهز يطبقها، يكتب لك كلمتين ويعطيه. هو مو بس جواب الشكر، هو لما يلف الصورة ويجد هذه الصورة يعرف البلاد وين ومين اللي عطاه إياها وشون عطاه إياها. دكتور عيسى الحر، أمتعتنا في حوارك وأدخلتنا في أجواء السفر، يمكن أدخلت المشاهدين أيضا اللي تابعونا في أجواء السفر والرحلات من بلد إلى آخر، أمتعتنا في حوارك وشكرا على النصائح اللي وجهت لنا وأيضا للمشاهدين في التمسك بعاداتنا بتقاليدنا بقيمنا بديننا اللي أوصلنا بهذا الموضوع. شكرا على حضورك معنا في برنامج ترحيب، وبإذن الله لنا لقاءات قادمة. شكرا. أتمنى للجميع إن شاء الله سفر دائم وسفر ممتع وسفر يريح للنفس، يرجعون لنا مثل ما يقولون إعادة تعبئة مرة ثانية بإذن الله. سوين رفرش يعني. بإذن الله إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، نلتقي إلى موضوع آخر وهو مؤتمر أو مؤتمرات ولقاءات استضافتها الدوحة هذا الأسبوع، راح نستعيدها معكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله مشاهدينا ومتواصلين معاكم في برنامج ترحيب بعد موضوع السفر. لي ناصر، يمكن
انت شكلك مرتب لك على سفره الحين ولا بتخليها في الربيع؟ لا لا انا ان شاء الله بصيف في بلادي ان شاء الله. عقب ما تخلص البنيان ان شاء الله توكل على الله. ان شاء الله لكل حالة الحديث. الله يحفظك ان شاء الله وييسر لك. ننتقل مشاهدينا للحديث عن موضوع اخر، حيث انعقد يوم الاربعاء الاجتماع 29 للجنه الفنيه الدائمه لاجهزه التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي. وتم خلال الاجتماع لقاء تعريفي ونقاشي للمواطنين دول مجلس التعاون العاملين في قطر. المزيد من التفاصيل نتابعها معكم في هذا التقرير. هذا اللقاء يعقد ابناء دول مجلس التعاون المطبق عليهم نظام مد الحماية، والهدف منه توعية ابناء دول مجلس التعاون بالتغطية التأمينية وأهميتها. وبعدين احنا جايبين أجهزة الموظفين في دولهم في قطر. الهدف من هذا اللقاء هو توجيه أسئلة إلى أجهزة تقاعد التأمينات الاجتماعية بشكل مباشر، وكي نعطي أكبر فرصة ممكنة لأصحاب الأعمال وكذلك ممن يشملهم النظام في توجيه أسئلتهم بطريقة مباشرة وسلسة. نظام مد الحماية ولله الحمد من أنجح قرارات مجلس التعاون. اليوم إحنا ولله الحمد سجلنا ما يقارب 15,000 خليجي يعملون في دول الخليج، منهم اليوم استفادوا من النظام تقريبا 200 شخص أو 250 استفادوا من النظام واستحقوا مكافأة ومعاش تقاعدي. فهذا إحنا جئنا لأجل هؤلاء والإجابة على الأسئلة اللي هم يودون يطرحون علينا اليوم. هناك يعني عدم معرفة كاملة حول أحكام النظام الموحد، وهذا يترتب عنه أنه في أفراد كثيرين حتى تاريخه غير مشمولين بالنظام الموحد. في الجانب الآخر الندوة هذه تهدف إلى تسليط الضوء على أحكام النظام الموحد والتعريف بأحكامه بشكل دقيق وواضح، حتى يتمكن المخاطبين من أحكام هذا النظام أن يستفيدوا الاستفادة الكاملة من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وتحت رعاية سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل، افتتحت هذا الأسبوع في فندق الهيلتون ورشتي عمل حول الجرائم المالية. وتولى تنفيذ الورشة مشاهدين خبراء من الحكومة الأمريكية في مجال الاحتيال وغسيل الأموال. ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للإدعاء في وزارة العدل الأمريكية ورشتي عمل حول الجرائم المالية، وذلك بين 9 و13 من الشهر الحالي. هذه الورشة طبعا مهمة جدا، واحنا حريصين وعملنا تنسيق عليها من مدة طويلة لعقدها في دولة قطر، وهي ستكون إن شاء الله على مدى يومين اليوم وبكرة، وسيكون هناك أيضا فترة راحة، وستعقد أيضا يوم الأربعاء والخميس، وهي تعني طبعا بالجرائم المالية، مكافحة الجرائم المالية، وهي للمختصين من الادعاء العام يعني النيابة العامة ووزارة الداخلية وأيضا مجلس القضاء الأعلى. طبعا احنا يهمنا التعاون مع الاجهزه المختصه في وزاره العدل الامريكيه للتنسيق في هذا الموضوع. الكل يعلم اليوم انه الجرائم الماليه انتشرت في كثير من دول العالم، وطبعا في ظل الازدهار والتطور اللي تشهده دوله قطر، احنا يهمنا انه ما تقع على اراضي دوله قطر اي نوع من هذه الجرائم، وايضا لنا تنسيق مع مؤسسات الماليه طبعا الدوليه بحيث انه يعرفوا انه هناك نشاط ومكافحه لهذه الجرائم عندنا في دوله قطر.
الهدف من الورشتين هو الاستفادة من الخبرات والتجارب القضائية الأمريكية في التعامل مع الجرائم المالية بأنواعها المختلفة، والتي تمثل خطورة كبيرة وتتطلب مواجهتها وجود جهاز تحقيقي وقضائي على مستوى عال من التأهيل، فضلاً عن تشريعات إجرائية وعقابية مناسبة. مشاهدينا، فاصل قصير ونكمل بعده برنامج تراحيب، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معاكم في برنامجكم اليومي تراحيب. بدعوة من اللجنة الأولمبية تم هذا الأسبوع تكريم الرعاة والشركاء الذين ساهموا في إنجاح اليوم الرياضي للدولة. التفاصيل نشوفها معاكم في هذا التقرير. تواجدكم معنا في الاحتفال في النسخة الثانية 2013 لليوم الرياضي للدولة، وأيضا لتدشين النسخة القادمة إن شاء الله في 2014 لليوم الرياضي للدولة. لله الحمد استطاعنا أن نحتفل بتواجد أكثر من 100,000، يعني الإحصائية التي أتتنا بأكثر من 100,000 من كل من يعيش على دولة قطر في هذا اليوم الاحتفالي. إن شاء الله بنستطيع أن نحن نصل معكم سنة بعد سنة إلى رقم أعلى، والهدف منا أن نحن نحث المجتمع أكثر على ممارسة الرياضة. السنة القادمة نشكر الأخوان في هيئة السياحة لتعاونهم معنا، تم الاتفاق معهم ألا تكون فقط ليوم واحد ولكن لأسبوع. اللي احنا شاهدناه أن هناك حقيقة انخراط، هناك عمل فريق عمل واحد بين كل فئات المجتمع في هذا اليوم. الجميع مدعو لدولة قطر ليشهد الحدث العظيم في الرياضة، وإن شاء الله بإذن الله أن نكون قدوة لأخواننا دول الخليج والدول، إن شاء الله نطاق أوسع العربية والإسلامية ودول العالم، فكون نموذج إن شاء الله لهم في اليوم الرياضي للدولة، ويأخذون الفكرة هذه ويتبنونها إن شاء الله بإذن الله. وسائل الإعلام حقيقة تميزت معنا على ما نقلته للشارع من تميز باليوم الرياضي للدولة. نفس ما شفنا مشاهدينا هذا التقرير، وصراحة نشكر اللجنة الأولمبية القطرية على إقامتها لهذا التكريم، وأيضا يناصر شكرها للجهات المشاركة التي شاركت في اليوم الرياضي اللي يمكن يقام للمرة الثانية، وبانتظار أيضا المرة الثالثة، لكن بشغف هذه المرة ننتظر إن شاء الله مفاجآت في السنة القادمة. نعم، يمكن من ضمن المفاجآت اللي أعلنوها بأن راح تبدأ الفعاليات قبل اليوم الرياضي المحدد بأسبوع. جميل. يعني يمكن في السنوات اللي فاتت السنتين اللي يوم فاتت كان الفعاليات في نفس اليوم، ولكن هذه السنة الجاية إن شاء الله راح يكون في يعني قبلها بأسبوع راح تبدأ الفعاليات، ونتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله هالأسبوع كله إن شاء الله يكون إن شاء الله رياضة عند الجميع. وننتقل إلى موضوع آخر، وهو مركز تاج الوقار اللي نظم دورات تدريبية موجهة لأولياء الأمور تحت عنوان مراهقة بلا إرهاق. وتهدف هذه الدورات إلى تعليم الأولياء وأولياء الأمور أساليب التعامل مع أبنائهم المراهقين. تفاصيل هذه الدورة نشوفها معاكم في هذا التقرير.
مركز تاج الوقار تعليم القرآن جزء من التنمية المحلية في قطر الخيرية، نطرح برامج ودورات وأنشطة تربوية تخدم المجتمع المحلي. ينظم مركز تاج الوقار تعليم القرآن دورة مراهقة بلا إرهاق، وهي تستهدف أولياء الأمور من الرجال والنساء، تعريف يعني أولياء الأمور بالأساليب اللي ممكن فيها يعني يتعاملون مع المراهقين، ونضرب لهم أمثلة كيف يتعامل مع المراهق وكيف ينتهز الفرص اللي ينصح المراهق فيها وكيف يحذر عن الأخطار هذه. لا شك أنه يعني الوقت هذا يعني في السن هذا سن حرج، فينبني عليه مستقبل المراهق نفسه. يقول لك أصلا مش مهم. نظم مركز الدوحة لحرية الإعلام منذ يومين مؤتمراً صحفياً للإعلان عن البيان الصادر عن اجتماع خبراء برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية، وقد ضم المؤتمر عدد من الأكاديميين وممثلين عن منظمات محلية ودولية. الاجتماع فيه خبراء جايين من أكثر الدول العربية، عندهم خلفيات في مجال التربية ومجال الإعلام ومجال المعلومات ومجال المكتبات، متخصصين في هذه المجالات وعملوا مشاريع في بلدانهم في مجال التربية الإعلامية، وينقلون خبراتهم إلى أقرانهم والأشخاص اللي موجودين. وبالدور طبعا مركز الدوحة حيرتب يعني على السنة الجاية إن شاء الله اجتماع ثاني، بحيث أن يكون في تبادل مرة ثانية للمعلومات. المعلومات المتوفرة الآن ما شاء الله في كمية كبيرة من المعلومات متوفرة في المكتبات ومتوفرة على الشبكة العنكبوتية اللي هي شبكة الكمبيوتر، فهو يناقش الجهل وكيف تتعامل معه، كيف تحل الموضوع هذا من ناحية معلوماتية ومن ناحية إعلامية، واستعمال طبعا الإعلام كوسيلة لتنوير الناس المجتمعات، إن في معلومات كثيرة موجودة في المكتبات وممكن الناس ممكن يروحون المكتبات ويستقونها، أو في أيضا معلومات موجودة على الإنترنت، إيش المعلومات اللي صحيحة وجيدة ممكن يستقونها، وإيش المعلومات اللي مش جيدة واللي لازم يستفادونها. واحتفلت أكاديمية سباير بتخريج الدفعة السادسة من طلابها اللي توجوا سنوات تحصيلهم وجهدهم في هذه اللحظة الاحتفالية. هذه احتفالية متكررة للسنة السادسة على التوالي نحتفل فيها بتخريج طلاب أكاديمية سباير. طبعا كلمة تخريج تعني جزء من الحقيقة، لأنهم بداية مرحلة، يعني هم انتهوا من البرنامج اللي كان موضوع في الأكاديمية، لكن الآن منطلقين لحياتهم سواء في الجانب الأكاديمي أو الجانب الرياضي أو الجانب العملي. فهذه احتفالية نشارك فيها أولياء الأمور في هذا اليوم. والله اليوم أسعد يوم في حياتي، كنت أنطرها الفرصة أن أتخرج من أكاديمية سباير. أكاديمية سباير هي اللي غيرت لي حياتي وعلمتني أشياء كثيرة في الدراسة وفي الرياضة، وهالشعور يعني كنت أنطرها من 6 سنوات، والحمد لله يعني تخرجت من هالأكاديمية، وأحب أشكر سباير صراحة. يوم لا ينسى، أجمل يوم في سباير. أتمنى جميع الطلاب اللي التحقوا بأسباير التوفيق والنجاح في آخر سنة لهم. هذه الليلة كانت بجهد وتعب عناء وعمل 6 سنين. الطلاب فيه كنا نلاعب فيهم من ناحية التعليمية ومن ناحية الرياضية ومن ناحية بناء الشخصية،
فالطالب تلقى تعليم جيد عالي المستوى وتلقى تدريبات رياضية أهله أنه يكون متفوق رياضيا، وأيضا بنت شخصيته أسباير، بنت فيه بعض القيم اللي تساعده على بناء شخصيته. طبعا نبارك للخريجين الدفعة السادسة من أكاديمية أسباير، اللي طبعا ننتظر منهم الكثير في المستقبل في كل المنتخبات واللعبات اللي راح يلعبونها، فنتمنى لهم التوفيق ونقول لهم ألف مبروك. ننتقل المشاهدين الحديث عن موضوع آخر، حيث نظمت إدارة المراكز الشبابية بوزارة الثقافة والفنون والتراث يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل لتطبيق اللائحة المالية والإدارية للمراكز الشبابية التابعة لوزارة الثقافة والفنون والتراث. جاءت هذه الورشة في إطار التعريف بأهم بنود اللائحة المالية والإدارية وكيفية تطبيقها، ورغبة من الإدارة في تطوير سير عمل المراكز الشبابية، وهي الورشة الأولى التي يتم تطبيقها منذ عام 1960. احنا كإدارة مراكز شبابية يعني بالتعاون مع الإخوان في إدارة الشؤون القانونية وإدارة الموارد البشرية وإدارة وحدة التدقيق الداخلي اللي في الوزارة، شكل فريق عمل كامل متكامل لدراسة ووضع الضوابط والمواد لخدمة هذه الشريحة الكبيرة من الموظفين اللي على الباب الثاني. فاحنا الآن ندشن هذا بعد عمل سنة وجهد طويل جدا جبار من المجموعة اللي اشتغلوا بالفعل على هذا العمل وتم إنجازه، والحمد لله رب العالمين. اليوم احنا نطبق هذه اللائحة بشكل عام يعني. أما الهدف من هذه الورشة فهو تحقيق التواصل بين الإدارة والمؤسسات التابعة لها، خصوصا فيما يتعلق بتوضيح وشرح أسس نموذج اللائحة المالية وتقريب وجهات النظر حول آليات العمل بذلك النموذج. طبعا هذه اللائحة اشتغلت عليها أجهزة كثيرة اللي هي تمثل وزارة الثقافة، وكان ثمار هذه اللائحة اللي هي صدور تفرعت تقريبا اللوائح إلى أربع لوائح. أهم ما جاءت به هذه اللائحة اللي هي تحقيق استقرار وظيفي لجميع العاملين بالمؤسسات الشبابية بما يتوافق مع طبيعة هذه المؤسسات، بالإضافة إلى خلق نظام مالي موحد لهذه المؤسسات يتيح المرونة مع العمل الشبابي، خاصة أن العمل الشبابي يتطلب تدخل سريع ويتطلب أيضا تنفيذ سريع، ولازم يتبع آليات ربما تكون سهلة شوي تتعاطى مع طبيعة النشاط نفسه. اليوم احنا نستمع احنا الى هذه الورشه وكل ما يدور في من خلال الورشه، هو جيد ان احنا نقوم بتطبيق ما نستمع اليه اليوم من لائحات اعدت من قبل اداره المراكز الشبابيه بالتعاون مع الشؤون القانونيه في الوزاره، بالاضافه الى اداره الشؤون الموارد البشريه في الوزاره. هذا يعتبر في حد ذاته مكسب يحتفظ به لدينا في المراكز الشبابيه لتطبيق ما ورد فيها من مواد ولوائح وشروط وقوانين نطبقها على العاملين والموظفين الذين يعملون في مراكزنا. يشار إلى أن وضع هذه اللوائح يأتي لتنظيم شؤون وحقوق وواجبات الموظفين في الوزارة، وتضمنت 10 فصول وضعت لتلبي احتياجات الموظف التنظيمية والوظيفية. أعلنت وزارة البيئة وشركة ميرسك قطر خلال مؤتمر صحفي عقد منذ يومين عن إطلاق الفيلم الوثائقي لقاء العمالقة المتمحور حول أسماك الغرش التي تم اكتشافها في حقل الشاهين. يا ناصر، متمحور متمحور ولا متمحور؟ للعلم ترى يعني احنا كان عندنا ضيف تكلم عن هذا الموضوع لا ما رجع لك، انا بيقول لك صار معنا خلونا نطلع التغير، يقول لي في الفاصل خلونا نشوف مشاهدينا ما يبيك تعرف.
المشروع ترى وزارة البيئة كأحدى المشاريع اللي تنفذها للمحافظة على التنوع الأحيائي في دولة قطر. طبعا لأنك تحافظ على التنوع الأحيائي معناها لازم يكون عندك دراسات تبين لك ما هو موجود أصلا من هذا التنوع الأحيائي من الأنواع المختلفة. فإحنا نرى أنه تأصيل وتوثيق لتواجد نوع من أنواع الكائنات البحرية في المياه الإقليمية لدولة قطر، ونقطة أساس لمشاريع مستقبلية أخرى للمحافظة على هالكائن وتنمية تكاثره وتوايده. نرى من جهة أخرى أنه هو إحدى مشاريع الشراكات المؤسسية اللي تعقدها الوزارة مع الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر. شركة ميرسك طبعا هي الشركة المشغلة لموقع المشروع اللي هو حقل الشاهين، فبالتالي كانت مبادرة جيدة من الشركة أنها تتبنى معنا هذه الفكرة. في أنواع مختلفة من أسماك القرش، تقريبا في أكثر من 5 أو 6 أنواع. هذا يمثل نوع من أنواع أسماك القرش. النوع هذا نقدر نقول أليف، لا يهاجم الإنسان. له ميزة أنه قد إحنا لو فكرنا مستقبلا بالسياحة البيئية في المنطقة، هذا القرش يساعد أن إحنا نقدر نستقبل بعض الزوار، ممكن يصير المنطقة هذه منطقة جذب سياحي. أعتقد أن المشروع هذا، مشروع أسماك القرش الحوت، من أهم المشاريع اللي إحنا قمنا فيها، وأنا صراحة أبارك لوزارة البيئة ولميرس قطر للبترول نجاح لهذا المشروع، واليوم إحنا دشنا الفيلم مثل ما شايفه، وهذه خطوة جيدة إن شاء الله في مجال البيئة والبيئة البحرية بالذات. إحنا كمنتجين للنفط في قطر عندنا مسؤولية اجتماعية، وهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية. شفنا معكم مشاهدينا الكرام هذا الفيلم الوثائقي عن لقاء العمالقة. صباح شو رايك تسبح معهم؟ انا ابي اقول لك عن ضيف مساء، لكنك معي يا ناصر، الضيف اللي جانا ومشاهدينا الكرام نفس ما شفتوه من يوم وتكلمنا عن هذا الموضوع سيد يوسف الجيده، وعرض لنا يا ناصر، انا كنت موجود انا وسالم ثامر، قال حياكم معنا، بنروح وبنغوص مع سمك القرش اللي شفناهم، وطبعا هم للعلم يعني متواجدين. انت وسالم بس انا ما معك ولا وسالم شكله معي يمكن ما يروح بعد، لكن بتكون تجربه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استضافت مشاهدينا حلبة لوسيل الدولية مطلع الأسبوع الماضي سباقا للدراجات النارية، شارك فيه 30 دراجا من حول العالم. بطولة قطر هي رود ريسينج، هذه الجولة السادسة إن شاء الله، وفيها متسابقين حوالي 29 متسابق، منها من فئتين، فئة 1000 سي سي ومن 600 سي سي، وفيها منافسين طبعا من في دول العالم كثيرة يعني مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا، وفيها منافسين جيدين في البطولة، والأرقام ما شاء الله يعني أرقام منافسين جيدة. ومثل ما انت شايف يعني اليوم عندنا جولة سادسة، شوي الطقس مش مناسب، بس الحمد لله ان شاء الله نتخطى الموضوع، ومثل ما انت شايف الحمد لله انا راح انطلق من المركز الاول. Yeah.
السباق كان وايد قوي. في بداية السباق انطلاقتي كانت بطيئة وتراجعت للمركز السادس أو السابع، وحاولت أتجاوز المتسابقين في اللفة الأولى، تجاوزت اثنين من المتسابقين ووصلت لين المركز الثاني في اللفة الثالثة. حاولت أني أوصل لمسابق ناصر، لكن ما شاء الله اليوم ناصر أدى أداء وايد قوي الحمد لله على المركز الأول. طبعا كان السباق شوي صعب عشان الجو، بس الحمد لله أنا حاولت أسيطر على الموضوع في بداية السباق. قلت ضغط من بداية السباق، طبعا هاي أول إنجاز لي في الموسم المركز الأول. كانت عندي أعطال قبل، الحمد لله هالمرة من غير أعطال، توفيق من الله الحمد لله. طبعا أحب أشكر غمات الريان على دعمهم وبارك لهم على الفوز، وأشكر الفردان بي ام دبليو وبارك لهم، وأشكر كيوم في الاتحاد القطري على الدرجات بعد وبارك لهم على الفوز بالمركز الأول، وإن شاء الله السباقات الجاية بتكون أفضل، وهي فرحة إن شاء الله حق الكل. وبعد هذا الفوز للبطل ناصر المالكي نقول لكم مشاهدينا الكرام وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذه اليوم من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب بإمكانكم مشاهدينا مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة ترحيب@ريان.تي في. نشوفكم مباشر في حلقة جديدة من ترحيب. في أمان الله.